كان قاطعا للطريق. ماذا قلت؟ كان يعبد الله قبل دخوله للإسلام. سمع بالنبي فأخذ بالبحث عنه والتأكد من نبوته. يا ابن مكة، أبحث عن محمد بن عبد الله. نطق بالشهادتين متحديا لقريش وسط مكة. إنه أبو ذر الغفاري. لا إله إلا الله، لدي حساب مع هذا الرجل. وأن محمداً عبده ورسوله. خذ هذا، أنزله فإنه يتطاول على عهدنا. كان أبو ذر الغفاري يقطع الطريق قبل الإسلام، وكان شديد الشجاعة. وعندما سمع بالإسلام أرسل أخاه ليتأكد من صحة نبوة محمد، وقال لأخيه اركب إلى هذا الوادي، أي إلى مكة، فاعلم لعلم هذا الرجل. لا أستوعب هذا، وذاك يفعل ما يقوله أخي للناس. من؟ عمن تتحدث يا أنيس؟ من الذي يأمر بفعل ما أقوله أنا؟ إنه رجل من بني هاشم، وأيضاً يدعي أنه نبي الله. إنه يرفض أصنام مكة ويقول إن خالق كل شيء هو رب واحد، ويأمر بالعبادة كما تفعل أنت تماماً. هذا ما سمعته. وعندما عاد إليه أخاه قال بأن الرسول ما جاء إلا ليتمم مكارم الأخلاق، إلا أن الإجابة التي جاء بها أخوه لم تشفي غليله، فذهب بنفسه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل إلى مكة. يا ابن مكة، أبحث عن محمد بن عبد الله. لماذا صمت؟ إن كنت تريدني أن أعيش فاسأل أهل مكة فهم أدرى، ربما يرشدون. وعرض عليه محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلم، فأمره النبي بأن يرجع إلى قومه، فقال ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري، إلا أنه أبى الرجوع قبل أن يعلن إسلامه أمام أهل قريش وسط مكة، فقال والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. ويشار إلى أنه كان يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بصلاته قبل الإسلام، فقد سأله عبد الله بن الصامت عن الإله الذي كان يعبد قبل الإسلام، فقال رضي الله عنه إله السماء أتوجه حيث وجهني الله، وكان يصلي بذلك قبل إسلامه بأربع سنوات. ونطق أبو ذر الغفاري بالشهادتين أمام قريش، فضربوه إلى أن أخبرهم العباس بأنه من قبيلة غفار، وقبيلة غفار ستقطع الطريق أمام قوافلكم، فتركوه. ثم قام في اليوم الذي يليه وأعاد الكرة نفسها وأخبرهم عن إسلامه إلى أن ضربوه، ثم أدركهم العباس وأخبرهم بمثل ما أخبرهم به في الأمس فتركوه. فكان أبو ذر الغفاري مثالا عمليا في الدعوة إلى الله، فقد ورد في الصحيح أنه عندما أسلم دعا أخاه أنيسا إلى الإسلام ثم والدته، ثم نشر الدعوة في قبيلته. اعبدوا الله فقط، آمنوا بقوته وبوحدته، لا للأصنام والآلهة المصطنعة، إياكم وذلك. أنا أعطيكم الكلمة المفتاحية، لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. ويعد أبو ذر الغفاري من كبار الصحابة، فهو من السابقين إلى الإسلام، حتى قيل أنه رابع من أسلم من المسلمين، وكان إسلامه في مكة، ثم عاد إلى قومه وأقام معهم إلى أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، فذهب إليها وقد كانت قد مضت غزوة بدر وأحد والخندق، فلم يشهد منهن شيئا. وكان أبو ذر الغفاري في آخر حياته معتزلا الناس في منطقة تسمى الربذة، وعندما بدأت علامات الموت تظهر عليه بكت امرأته، ف
فسألها عن سبب بكائها، فأجابته بأنها تبكي لأنهما في مكان خال من الأرض ولا يوجد لديها ثوب يسعه كفنه، فأخبرها ألا تبكي وأن تبشر بما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه، وذلك أنه سيموت في أرض فلاه، إلا أن جماعة من المؤمنين ستشهد ذلك، وأمرها أن تراقب الطريق. فكانت زوجته تعتني به قليلا وتخرج إلى الطريق قليلا، وبينما هي تبصر الطريق أقبل بعض الناس فأشارت إليهم فأسرعوا إليها، وعندما علموا أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدوه بآبائهم وأمهاتهم، ولما دخلوا عليه سلموا عليه فرحب بهم وأخبرهم بما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وطلب منهم ألا يكفنه رجل منهم كان أميراً أو عريفاً أو بريداً أو نقيباً، فكفنه أحد رجال الأنصار بثوبين كانا معه وبثوب من الذي عليه من اللباس، ودفنه الرجال الذين معه، ومنهم حجر ابن الأدبر ومالك الأشتر، وتجدر الإشارة إلى أنه كانت وفاته في السنة 32 للهجرة.